بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. بسم الله، الحمد لله. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس المتمم للخمسين من دروس قراءة وشرح كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، آمين آمين آمين. ولا زلنا أيها الأحبة في باب الأحداث، والكلام في الأحداث يتكون من قسمين: الأول في أسبابها، والثاني في آثارها أو أحكامها. ولا زلنا في باب الأحداث أو باب أسباب الأحداث، وقد ذكرنا قول الإمام رحمه الله: وإنما ينتقض بأحد أربعة أمور: الأول الخارج من أحد السبيلين، والثاني الناقض، الثاني زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم، والناقض الثالث لمس بشرة امرأة مشتهى، والناقض الرابع مس فرج الآدمي. حقيقة قبل أن أبدأ في موضوع درسنا اليوم، وهو بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بلمس بشرة الخنثى، أو بلمس الصحيح الخنثى، أو الخنثى، أو مس الخنثى نفسه فرج نفسه، أو أن مس غيره فرجه. حقيقة أود أن أقول بأن كلمة مسألة اللمس تعني لمس الرجل المرأة، مأخوذة من قوله تعالى: أو لمستم النساء، هذه برواية حفص، وفي غير حفص: أو لمستم النساء. بينما مس الفرج اسمها مسألة المس، فنقول الملموس، إذن المسألة لمس، والممسوس، إذن المسألة مس الفرج، من قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية: من مس الفرج الوضوء. فقط أحببت أن أنوه إلى أن المسألة صارت مسألة اللمس، المراد بها لمس الرجل للمرأة، ومسألة المس المراد بها مس الفرج. وكما ذكرت، أصل هاتين التسميتين من الآية الكريمة ومن نص الحديث الشريف. وصلنا إلى قول الإمام، اللهم صل على حبيبنا محمد. طبعا فاتني أن أذكر بأن هناك قراءتين في قوله تعالى: لمستم النساء، أو لامستم النساء. وقد ذكرت في محاضرة سابقة بأن الإمام أبا حنيفة قال المراد بالملامسة مجامعة، لأنها زي تضارب فيها تفاعل في أكثر من عنصر في هذا الفعل، بينما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بالأحاديث النبوية وبالقراءة المتواترة الأخرى: أو لمستم النساء.
لمستم النساء. وطبعا في عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولهذا يقول الشافعي للحنفية: نعم أنا أسلم معكم بأن الملامسة أو الجماع ناقضة للوضوء بناء على القراءة التي اعتمدتموها، ولكننا نقول بأن اللمس كذلك وهو أي لمس ناقض للوضوء بناء على القراءة الأخرى. وقوله أو لمستم النساء، ويبقى العام على عمومه حتى يرد دليل التخصيص فيما يتعلق باستثناء الحنفية المالكية والحنابلة أن يكون المس بشهوة، يعني قال هذا تخصيص لا بد له من دليل صحيح ولم يرد، وخاصة كما قال الإمام الشافعي بأن اللمس والملامسة والمس هذه أحداث ولا مدخل للأحداث أو ولا مدخل للنيات في الأحداث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى هنا، فرع. طبعا هذه الفرعيات جزئية نادرة، ربما تعترض بعض الأطباء إنه الخنثى مس ذكرا أو المشكل مس كذا، يعني في عالم الوجود نادرة جدا، لكنني من باب الأمانة العلمية أقرأها إن كان فيها ثمة شيء غامض أبينه، لكن أتجاوزها مسرعا لأنها ربما لا نحتاجها كثيرا. قال الإمام رحمه الله: فرع إذا مس الخنثى المشكل. ذكرنا أن المراد بالخنثى المشكل الذي لم يتبين معنا فيه أو لم يغلب علامة الذكورة أو لم تغلب علامة الأنوثة، كأن يكون له فرج رجال وفرج نساء ويبول بهما معا. قال: إذا مس الخنثى المشكل فرج واضح، الواضح معروف، فحكمه ما سبق، وإن مس فرجي نفسه انتقض، واضح، لأنه مس الفرجين. تعهدت ألا أتوسع بالشرح، أظن الكلام واضح. وإن مس فرجي نفسه انتقض أو أحدهما فلا. ليش فلا؟ بناء على استصحاب الحال. هنالك قاعدة سيوضحها الإمام النووي بعد قليل، قاعدة الاستصحاب، فلا أتوسع بها هنا. قال: وإن مس أحدهما أحدهما، وإن مس بتكلم عن الخنثى، وإن مس أحدهما ثم صلى الصبح ثم توضأ ثم مس الآخر ثم صلى الظهر، فالأصح أنه لا يجب قضاء واحدة منهما والثاني، طبعا بناء على قاعدة الاستصحاب التي سيذكرها بعد قليل، والثاني يجب قضاؤهما، ولو مس أحدهما وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء أعاد الظهر قطعا فقط، لأنه ناقض وضوء انتقض لأنه مس فرجه. أما إذا مس الواضح خنثى فإن مس منه ما له مثله انتقض، وإلا فلا ينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بفرجه ولا عكس. هذا إذا لم يكن بين الماس والخنثى محرمية أو غيرها مما يمنع النقض، وحيث نقضنا الواضح فالخنثى ممسوس لا ملموس، ممسوس يعني فرجه لا ملموس. ووضحت الفرق في بداية هذه الحلقة بين الممسوس العلاقة بمس الفرج، والملموس البشرة، مطلق البشرة. ولو مس المشكل فرجي مشكل، المشكل الخنثى المشكل، مس فرجي مشكل آخر يعني، أو فرج نفسه وذكر مشكل
انتقض ولو مس أحد فرجي مشكل لم ينتقض ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي لأن الأصل الطهارة. هذا الذي تكلمت به قبل قليل عن قاعدة الاستصحاب أو قاعدة الأصل. إحنا فيما يتعلق هذه القاعدة لا أريد أن أتوسع بها كما تعهدت. قال الإمام النووي في هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب قال رحمه الله: من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين. استصحاب حكم الأصل مصدر من مصادر التشريع أكثر من اعتمده أو من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن يعطي حكم الأصل. يعني على سبيل المثال نحن نقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة طبعا، والاستصحاب آخر الأدلة كما يقول الأصوليون، الاستصحاب آخر الأدلة كما يقول الأصوليون. فلو سألنا سائل ما حكم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو أكل البطاطا والأناناس، نقول نبحث في كتاب الله، فوجدنا في كتاب الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فنعتمد هذا الحكم إذن، ولا علاقة لنا بالاستصحاب، الاستصحاب هنا ملغي ولا نفكر بالاستصحاب، هنالك نص في كتاب الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه. إذن بعد أن بحثنا وجدنا أدلة التحريم، طيب نريد أن نسأل عن لحم الإبل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الإبل أو أكل أو أقر لحم الضب أو أكل السمن أو أكل الأقط أو الجميد، فنعتبر أن هذا دليل الإباحة. لكن فيما يتعلق بالبطاطا والأناناس بحثنا في الكتاب، بحثنا في السنة، بحثنا في أفعال الصحابة، بحثنا بحثنا بحثنا، فلم نجد آخر ما نرجع إليه دليل الاستصحاب، فنقول بما أن الأصل في الأشياء الإباحة فنحكم بإباحة البطاطا والفراولة والأناناس وما إلى ذلك من الأشياء الطيبة، بشرط أن يحكم أنها طيبة، لا يحكم على هذا التتن والتبغ والأرجيلة وما إلى ذلك نحكم بحلها للاستصحاب، لا، لأنه الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم الخبائث، هذا أصل من أصول التحريم. إذن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين. والاستصحاب معناه الحكم ببقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل التغيير، كما قلنا جاء دليل في الخمر، جاء دليل في الخنزير، جاء دليل في لحم الإبل أو الإقط أو السمن أو الضب، كل هذا جاء أدلة بإباحته أو الأقط، أقصد الأقط والضب والإبل، وجاء دليل بتحريم الخمر والخنزير فنحكم بهذا، لكن ما لم يأتي فيه دليل فهذا نقول نأخذ فيه بحكم الاستصحاب. قال: استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشك. طبعا هنا ينبغي أن أتكلم في مراتب المعرفة، لأنه هو الإمام هنا ذكر شكا ويقينا. إذا كانت نسبة العلم بالشيء 100% يسميها العلماء اليقين أو العلم، كالعلم بوجود الله عز وجل أو العلم بحرمة الربا وإباحة البيع، هذه أمور يقينية لدينا، يقينية أي وصلت درجة المعرفة فيها إلى 100%، لا أشكك في حرمة الربا، لا أشكك في وجود الله، لا أشكك في حل البيع بالجملة طبعا. الآن إذا كانت نسبة المعرفة 0% اسمه جهل، وربما ترقى الجهل إلى جهل مركب، مثل ما نقول شايفين هذا التليفون، أجي أقول لكم هذا عبارة عن سيارة، كيف سيارة؟ هذا جهل. بيجي واحد يقول والله سيارة غير أوتوماتيك، هذا جهل مركب، جهل مركب. الجهل نسبة المعرفة فيه 0%. طيب الشك استواء الأمرين، أن تكون المعرفة 50%،
50% معرفة و50% يعني 50% علم وجهل اجتمع، ولهذا هذا بيسموه استواء الأمرين من اليقين والجهل، فهذا بيسموه شك. إذا ترقى الشك قليلا يعني من 51% إلى 99 إلى ما قبل اليقين هذا اسمه ظن، وإذا نزل الشك إلى الواحد من 49 إلى واحد بيسموه وهم. وهم القاعدة تقول لا اليقين لا يزول بالشك، لكن ربما زال اليقين بالظن. هذه قاعدة لازم نعرفها، بمعنى أن اليقين براءة أي إنسان من أي جريمة على وجه الأرض. فإذا شهد اثنان وشهادة الاثنين ظن ولا ليست يقين لاحتمال خطئهما وكذبهما، فلكن القاضي إذا ترجح لديه عدالة الشهود ربما حكم بالظن الذي أفادته الشهادة وألغى اليقين الذي أفاده حكم الأصل. ولهذا جاء في القواعد الفقهية اليقين لا يزول بالشك، والظن يأخذ منزلة اليقين عندنا في الأحكام، ولا عبرة بالوهم، لا عبرة بالوهم. لما قالوا اليقين لا يزول بالشك يفهم منه بمفهوم المخالفة أن اليقين ربما زال بالظن، فالإقرار ربما يقر الإنسان على نفسه بجريمة لم يفعلها. قال الإمام: من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشك، فلو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه، تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل باليقين فيهما، ولو ظن الحدث بعد يقين الطهارة فكالشك، ظن الحدث بعد يقين الطهارة لا يلتفت إليه، فله الصلاة. ولنا وجه أنه إذا شك في الحدث خارج الصلاة وجب الوضوء، وهذا شاذ بل غلط. يقول الإمام النووي: ومن هذا الباب ما إذا مس الخنثى فرجه مرتين، يعني فرج الذكر وفرج الأنثى، وشك هل الممسوس ثانيا الأول أم الآخر. إذا كان الممسوس اثنين، إذا مس فرجيه انتقض وضوءه كما ذكرنا قبل قليل، انتقضه قطعا، لكن هو مس فرجه وبعد ساعة مس فرجه. إذا شك هل مس الأول، فإذا كان ذكر أي نعم، هل الممسوس ثانيا الأول أم الآخر، ربما كان ذكرا فمس الفرج الأنثوي فلا ينتقض. أو إذا مس الفرج غير العامل، مس الفرج غير العامل فلا ينتقض وضوءه. طيب هو شك، قال: وشك هل الممسوس ثانيا الأول أم الآخر، أو شك من نام قاعدا ثم تمايل وانتبه أيهما كان أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أم حديث نفس، أو هل لمس البشرة أم الشعر، فلا يلزمه الوضوء في جميع هذا لأن الأصل الطهارة بناء على قاعدة الاستصحاب. وكذا الشك في الحدث الأكبر، يعني إنه هل شك هل نزل منه وذي أو مدي أو بول ولا المني الذي يوجب الغسل، قال هذا الشك لا يلزمه حكم بل يعتبره الأقل. ولو تيقن بعد طلوع الشمس حدثا وطهارة ولم يعلم أسبقهما فثلاثة أوجه، أصحها وقول الأكثرين أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان متطهرا فالآن محدث، إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فمتطهر أيضا. وإن لم يعلم ما كان قبل طلوع الشمس
وجب الوضوء، والوجه الثاني أنه على ما كان قبل طلوع الشمس ولا نظر إلى ما بعده، فإن لم يعلم ما كان قبله وجب الوضوء، والثالث لا نظر إلى ما قبل الطلوع بل يجب الوضوء بكل حال. يقول الإمام النووي: قلت الوجه الثاني غلط صريح، غلط صريح، وكيف يؤمر بالعمل بما تيقن بطلانه؟ والوجه الثالث هو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا، وفيه وجه رابع يعمل بغلبة الظن، وقد أوضحت دلائله في شرح المهذب له المجموع، والله تعالى أعلم. هنالك فرع، هذا الفرع إلى الطب أقرب منه إلى الفقه، والذي يحكم في هذه المسائل هو الطب حقيقة، وهو بيان متى يكون الخنثى المشكل. قال الإمام النووي فرع، ولهذا أنا أريد أن أختصر الشرح في هذا الكلام لعدم حاجتنا كثيرا إليه. الآن الأطباء يقررون في الخنثى ويجرون له العمل، الآن صار في عنا عمليات تغيير جنس مش خنثى. قال النووي فرع في بيان الخنثى المشكل، قال: لزوال إشكاله صور، منها خروج البول، فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل، أو بفرج النساء فامرأة، فإن بال بهما فوجهان، أحدهما لا دلالة فيه، وأصحهما يدل للسابق، يعني للسابق إلى أول حياته بدأ بفرج الرجل فهو رجل، وإن بدأ حياته السابق بفرج بالبول بفرج المرأة فهو امرأة. قال: وأصحهما يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما، وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما. يعني إذا انقطعن مع بعض بشوف السابق، وإذا بلشن مع بعض، يعني أول ما خلق بلش يبول مرة بهذا ومرة بهذا، طيب بشوف إيش المتأخر منهما، بال بفرج النساء سنة وبعدين وقف وظل معه بول الرجال أو بذكر الرجل 5-6 سنوات 10 سنوات. قال: فالمتأخر إن اتفق ابتداؤهما، فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق، فإن اتفق فيهما وزاد أحدهما أو زرق بهما أو رشش فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني يعمل بالكثرة ويجعل بالتزريق رجلا وبالترشيش امرأة، فإن استوى قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة. ومنها، أي من علامات تحديد الخنثى أو إزالة الإشكالية في الخنثى، ومنها خروج المني والحيض في وقتهما، فإن أمنى بفرج الرجال فرجل، أو بفرج النساء أو حاض فامرأة بشرط تكرره، فإن أمنى منهما فوجهان، أحدهما لا دلالة، والأصح أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجال فرجل، أو بصفة مني النساء فامرأة، فإن أمنى من أحدهما بصفة ومن الآخر بالصفة الأخرى فلا دلالة. وحكي وجه أنه لا دلالة في المني مطلقا وهو شاذ. ومنها، أي من علامات تحديد أو زوال إشكالية الخنثى، ومنها خروج الولد، يعني بمعنى الخنثى حمل وولد، ومنها خروج الولد وهو يفيد القطع بالأنوثة فيقدم على جميع العلامات. يعني لو كان له لحية أو له ذكر رجلي، له فرج رجال
وحمل حمل وأنجب، خلاص كل علامات الرجولة بتلغيها، فيقدم على جميع العلامات ولو تعارض البول بالحيض أو المني فالأصح لا دلالة، والثاني يقدم البول ومنها نبات اللحية ونهود الثدي وتفاوت الأضلاع. يقولون بأنه أضلاع المرأة عفوا على أي حال تفاوت الأضلاع سيشرحه الإمام النووي، لكن يقول والصحيح أنه لا دلالة فيها، الثاني اللحية تدل أو نقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكور. ما بعرف، بقولوا من علامات الذكورة أنه عدم تساوي الأضلاع، بدأ دكتور عظام يتكلم فيها، وأنا قلت كل هذا الفرع الأصل أن الطب الآن يتكلم به وهو موضوع طبي لا فقهي. والنهود وتساوي الأضلاع للأنوثة ولا يدل عدم اللحية والنهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا خلاف. ومنها الميل، الميل يعني الإنسان سبحان الله، المرأة مجبولة على حب الرجال والرجل مجبول على حب النساء، فإذا تبين منه ميلا، يعني مثلا ما بتلاقي بنت واقفة قدام مدارس البنات بتعكس بنت، لا، ولا بتلاقي شاب أمام مدارس الذكور، بتلاقي الشاب واقف قدام مدرسة البنات بده إيش صيد. قال ومنها الميل، فإذا قال أميل إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة بشرط العجز عن الأمارات السابقة فإنها مقدمة على الميل ولا يرجع إليه، أي إلى الميل، إلا بعد بلوغه وعقله وفي وجه يقبل قول المميز، طبعا وجه ضعيف، ثم يتعلق باختياره فروع بالميل، يتعلق باختياره فروع، أحدها إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميلين لزمه أن يخبر به، فإن أخر عصى الثاني يحرم عليه أن يخبر بالتشهي، لازم يكون في عنده نعرف ميل حقيقي يعني، وإنما يخبر عما يجده. الثالث إذا قال أميل إليهما أو لا أميل إلى واحد منهما استقر الإشكال. الرابع إذا أخبر بميل لزمه ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ثم يلد، ثم يلد، هاي نفس عبارة النووي، قال يخبر بالذكورة أنه يميل إلى الذكور، عفوا يميل إلى النساء، ثم يميل إلى الذكور، عفوا لا، هو أن يخبر بالذكورة بمعنى الميل إلى النساء ثم يلد فيتبين أنه أنثى، أو يظهر به حمل فيبطل قوله كما لو حكم بشيء من العلامات الظاهرة السابقة ثم ظهر الحمل، فإن ذلك يبطل كل الاحتمالات، تبطل بالولادة والحمل. الخامس لو حكمنا بقوله ثم ظهرت علامة غير الحمل فيحتمل أن يرجع إليها ويحتمل أن يبقى على قوله. قلت الاحتمال الثاني هو الصواب وظاهر كلام الأصحاب، قال أصحابنا وإذا أخبر بميله عملنا به فيما له وعليه ولا نرده للتهمة، كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان والله أعلم. حقيقة أنا استعجلت في شرح هذا الكلام كما ذكرت لعدم حاجتنا له، وإن شاء الله ما نحتاج له في حياتنا. الآن وصل الإمام النووي إلى قوله فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة، الآن هذا الفصل هو يريد أن يتكلم عن آثار الحدث
بعد أن تكلم عن أسبابه. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في علومنا. اللهم انصر أهلنا وإخواننا في غزة، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فاهده إلى الحق والخير يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا إن لنا إخوانا يدافعون عن حدودنا، فوفقهم يا الله يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.